وطيب ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معكم سمر غانم ادمن بيج مجانين الكروشيه وتشيكو. ويا بلتي يا بلتي يا بلتي يا بلتي ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والناس اللي لسه ما تعرفش، انا عملت لكم قناه جديده اسمها شاهد بعيون سمر، المحتوى بتاعها عاجبني وحلو قوي. نزلت لكم النهارده فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه في تعليق المثبت وصندوق الوصف. ويلا بقى الكل هناك يروح ايه يشجعني، عايزه لايكات وكومنتات بقى واشتراكات وكده. يعني هنزل لكم فيديو يوم فيه وما فيش في القناه الجديده، وهنا ان شاء الله كل يوم خلاص. والنهارده بقى جايبه لكم ايه، مش اي غرزه، غرزه 2020، غرزه هي انا على طول بقول لكم ايه، تحفه التحفيف، لكن ديت تحفه التحفيف المتحففه، حلوه حلوه حلوه. الغرزه صيفي وشتوي ورجالي وحريمي، ولها استخدامات كتير. و3 دي ممكن يتعمل منها بطانيه اطفال، ممكن يتعمل منها خداديه، ممكن يتعمل بلوفر، ممكن يتعمل بلوزه، ممكن يتعمل جاكيت، ممكن يتعمل شال مستطيل، لها استخدامات كتير. طب ايه المانع بقى؟ قبل ما نبتدي الورشه، في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيع ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زر احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجيلك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري من الكل عشان اي ورشه انزلها يجيلكوا اشعار بيها. وكومنت حلو برده عشان ايه بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل اخوتنا النهارده، هيمالايا ابردي وابر رقم 4. هعمل عقده البدايه، وطريقه الغرزه دي برضو هعملها بالطريقه بتاعتي. البنات الجديده معانا في القناه ما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقي سايبالك فيديو باسم بتحب الكروشيه. طب تعالي اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. فانا هعمل مجموعه من السلاسل من غير ما اعدها ولا اي حاجه، بطول حوالي 20 سم. عملت سلاسل بطول حوالي 20 سم. نبتدي الغرزه بتاعتنا على طول بقى. هفوت اول غرزه، تمام اهي ديت، واخش في الغرزه الثانيه اعمل حشو تمام بالشكل ده، وفي غرزة جديدة اعمل تاني غرزة حشو تمام، وفي غرزة جديدة تانية نعمل غرزة حشو. يبقى كده عملت ايه، ابتديت الشغل بتاعي ب3 حشو، واخد سلسلة تمام كده. هفوت سلسلة من تحت، ومن السلسلة اللي وراها اخش اعمل 5 حشو متتالية. ادي 1 2 3 4 5 بالشكل ده تمام، واخد سلسلة. هفوت سلسلة من تحت، ومن السلسلة اللي وراها اعمل 3 ايه حشو متتالية. ادي 1 2 3 تمام، وبعدين اخد سلسله، افوت سلسله من تحت، وبعدين اعمل ايه 5 حشو متتاليه. ادي 1 2 3 4 5 بالشكل ده. يعني مره اعمل 3 حشو متتاليه، ومره اعمل 5، وما بين ال3 وال5 بناخد سلسله ونفوت سلسله من تحت، ونفضل ماشيين كده لنهايه السطر. انتهيت من السطر، والسطر انتهى معايا، يعني هو ابتدى ب3 حشو وينتهي بايه برده 3 حشو. انا صدفه ما بقاش معايا سلاسل زياده، انت لو اتبقى معاكي سلاسل زياده في صندوق الوصف هحط لك فيديو في طريقه فك السلاسل الزياده. وكده نبقى ابتدينا الغرزه بتاعتنا من غير ما نحسب لها بتقبل القسمه على 2 زائد 3 ولا بتقبل القسمه على 5 زائد 2 كده يعني تمام. السطر الثاني بقى هنعمل ايه، نطلع ب3 سلاسل، 1 2 3 والف الشغل دوت كده. ال3 سلاسل ارتفاع عمود، وبنحسبه عمود خلاص. انا هنا بنبتدي ايه، المفروض 3 حشو هنطلع فيهم ب3 ايه عمود دوت. اول عمود اخد لفه، مش هنخش هنا في الغرزه ديت، اول غرزه ديت اللي قائم عليها اول عمود اللي هو ايه ال3 سلاسل، هخش اللي في اللي بعديها اعمل العمود التاني لفه، وفي الغرزه اللي وراها اعمل العمود التالت. يبقى كده ابتدينا ال3 الحشو فوقيهم 3 ايه عماويد تمام. وبعدين اخد سلسله واخد لفه، هنا في سلسله هفوتها، ومن ال5 حشو اللي هنا بقى هطلع فيهم ايه 5 عماويد. ادي 1 2 3 4 5 يعني الخمسة حشو وطلعنا فوقيهم ايه 5 عواميد واخد سلسلة هنلاقي ايه ال3 حشو هطلع فوقيهم بايه 3 عواميد ادي 1 2 3 بالشكل ده نفضل ماشيين كده فوق لو تلاقي 3 حشو هنطلع فيهم 3 ايه عمود وناخد سلسله هنلاقي 5 حشو نطلع فيهم 5 ايه عمود ونفضل ماشيين كده لنهايه السطر. وكده انتهيت من السطر واخر 3 حشو طلعت فيهم اهو ب3 ايه عمود. السطر الثالث هيبقى برده غرز حشو، الغرزه بتبتدي من السطر الرابع. تمام، هطلع ايه بسلسله والف الشغل. هخش هنا في اول غرزه خالص واعمل اول غرزه حشو، وهنا تاني غرزة حشو، وفي الغرزة اللي وراها اهو تالت غرزة حشو. تمام كده، يبقى ال3 عواميد طلعت فيهم ايه 3 غرز حشو واخد سلسلة. تمام، هروح هنا عند اول عمود من ال5 هعمل ايه 5 حشو متتالية فوق كل عمود، اعمل غرزة حشو ادي 1 2 3 4 5 واخد سلسله واكرر. هنا هلاقي 3 عواميد اطلع فيهم ايه 3 حشو وسلسله، هنا 5 عواميد اعمل فيهم 5 حشو وسلسله، ونفضل ماشيين كده لنهايه السطر. وصلت لنهايه السطر واخر غرزه حشو. هنا في 3 سلاسل بتوع ايه غرز الارتفاع اللي هو كان ايه 3 سلاسل اكنهم اول عمود. بنخش في الغرزه الثالثه ونعمل اخر غرزه حشو بالشكل ده. وكده انتهينا ايه من السطر. السطر الرابع بقى اللي هو هنبتدي بيه ايه الغرزه. هنطلع ب3 سلاسل 1 2 3 والف الشغل. ده برضو اكنه ايه اول عمود، واجي هنا مش هخش ايه في اول غرزه، هنا في اللي وراها اعمل العمود التاني لفه، وفي الغرزه اللي وراها العمود التالت. انا كده شغاله ايه فوق غرز الحشو. تمام كده، يبقى كده ايه عملنا 3 عواميد واخد سلسله. تمام، واخد ايه لفتين ادي 1 2. خلاص، هسيب هاجي هنا عند ال5 عواميد اللي تحت ايه غرز الحشو، هم دولت اللي هشتغل فيهم. هاجي عند اول عمود هعمل ايه عمود امامي، اللي هخش هنا في الفراغ اللي قبل العمود واطلع من الفراغ اللي بعد العمود واطلع الخيط، ولفه من 2 لفه من 2 لفه من 2 بالشكل ده، وبعدين اخد لفتين. ادي كده اول عمود. خلاص، تاني عمود هفوته، العمود التالت برضو هعمل فيه ايه عمود امامي بلفتين. تمام كده، وبعدين اخد لفتين. العمود التالت ادي 1 2 3. العمود الرابع برضو اروح شغاله فيه عمود ايه امامي بلفتين. تمام كده، وبعدين اخد لفتين. ارجع للعمود التاني اللي انا كنت ايه سايباه، ارجع له اهو من ورا، اخش كده واطلع من هنا واعمل عمود امامي بلفتين بالشكل ده. تمام، وبعدين اخد لفتين. هيبقى هلاقي هنا اخر عمود، اروح برضو من ال5 اروح عامله ايه عمود امامي بلفتين. بالشكل ده. تمام، وبعدين اخد سلسله، وبعدين هنا هلاقي في 3 ايه 3 حشو اطلع فوقيهم ب3 ايه عمود. ادي اول عمود، عمود بلفه واحده 1 2 3. تمام، وبعدين اخد سلسله. هاجي هنا ايه لل5، هنا 5 حشو هنزل ايه ل5 عواميد اللي تحتيهم. تمام، هاخد لفتين. هاجي عند اول عمود هعمل ايه عمود امامي عادي بلفتين. تمام، وبعدين اخد لفتين، هفوت تاني عمود، العمود التالت برضو هعمل ايه، عمود امامي بلفتين، تمام، واخد لفتين. هنا العمود الرابع برضو هعمل ايه، عمود امامي بلفتين، تمام، وبعدين اخد لفتين، ارجع للعمود التاني، اروح عاملاه اهو، عمود امامي بلفتين بالشكل ده، واخد لفتين. العمود الخامس اعمله عمود امامي بلفتين، واخد سلسلة بالشكل ده، واكرر، اخد لف، هلاقي هنا التلاتة، اروح عامله فيهم ايه، تلاتة عمود بلفة واحدة، ادي واحد اتنين تلاتة، واخد سلسلة، واخد لفتين. هنا اول عمود لفتين، هفوت تاني عمود وتالت عمود، اشتغل فيه عمود امامي لفتين، العمود اللي وراه برضو الرابع لفتين، ارجع للعمود التاني، لفتين، العمود الخامس بقى اشتغله عمود امامي برضو، بالشكل ده، تمام، واخد سلسلة. وهنا التلاتة حشو، نطلع فوقيهم بتلات عواميد، ادي واحد اتنين، ادي هنا تلاتة، بالشكل ده. الغرزة كل ما بتطلعوا بيها بتبان، هي ده يعتبر اول سطر في الغرزة فمش باين. السطر الجديد بقى هطلع بسلسلة والف الشغل. السطر دوت اللي هو تكرار السطر الاولاني والسطر الثالث، تمام، اللي هو كله غرز حشو. هخش هنا في اول غرزة، وادي اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، وادي تالت غرزة حشو، تمام، واخد سلسلة. هلاقي هنا ايه، في خمس غرز اللي هما ايه، عواميد، اروح داخله فيهم، في كل غرزه اعمل ايه، غرزه حشو، ادي اتنين تلاته اربعه خمسه، ده هنا كده ظهر الشغل، تمام، وافضل ماشيه كده، واخد سلسله، اروح عامله هنا ايه، فوق التلات عواميد تلاته حشو، وافضل ماشيه كده برضه. وصلت لنهايه السطر، واخر غرزه في الحشو في السطر هنا بتتاخد في ايه، غرز الارتفاع تلاته، اخش في الغرزه التالته واعمل فيها غرزه حشو، وكده انتهيت من السطر ده، كده ظهر الشغل. خلاص، السطر الجاي العواميد، وهيبقى فيه الغرزه، هعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، والف الشغل، تمام. هبتدي بثلاث عواميد، الثلاث سلاسل اكنهم اول عمود، وادي العمود التاني لفه، وهنا العمود التالت، واخد سلسله، واخد لفتين، تمام. معلش يا جماعه صوتي رايح، لايك بقى، لايك للفيديو، تمام. برضو هنا في الخمس، المفروض خمسه حشو وتحتهم خمس عواميد بلفتين. خلاص، هاجي هنا عند اول عمود، اروح داخله فيه عامله عمود ايه، امامي بلفتين، تمام، واخد لفتين. هنا او تاني عمود هفوته، العمود التالت اهو هخش فيه، واعمل عمود امامي بلفتين، تمام، واخد لفتين. العمود الرابع اهو اخش فيه، اعمل عمود امامي بلفتين، تمام، وبعدين اخد لفتين، ارجع للعمود التاني اهو، خلاص، اعمل برضو عمود امامي، بالشكل ده، وبعدين اخد لفتين، اروح بقى للعمود الخامس، اعمل عمود امامي، وكل العواميد هنا بلفتين، بالشكل ده، ابتدت تبان اهي خلاص. واخد سلسله واخد لفه هنا في 3 عواميد فوقيهم 3 حشو، هشتغل فوق كل غرزه حشو عمود بلفه واحده، ادي 1 2 3 بالشكل ده خلاص. واخد سلسله واخد لفتين، اكرر هنا عند العمود ابو لفتين نزلت فيه، عملت عمود امامي واخد لفتين، قلنا نفوت ايه تاني عمود تالت عمود اهو، اروح برضو عامله عمود امامي لفتين، رابع عمود اعمل فيه برضو عمود امامي لفتين، ارجع لايه تاني عمود اهو اللي كنت مفوتاه، اعمل عمود امامي تمام، وبعدين اخد لفتين واروح للعمود الخامس اعمل عمود امامي بالشكل ده، وافضل ماشيه كده لنهايه السطر. وكده انتهيت من السطر. الشغل بعد كده بقى كله تكرار. السطر اللي جاي اللي هيبقى فيه غرز الحشو تمام، السطر اللي وراه العواميد اللي فيها الغرزه تمام، ونفضل ماشيين بالطول اللي احنا عايزينه. وادي بعد ما طلعت لكم كام سطر بالغرزه عشان تبان، بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا الشغل 3 دي باين فيها قوي، حلوه قوي. اشتراك في القناه الجديده بقى، شاهد بعيون سمر عشان الغرزه الحلوه ديت. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.